تحية لكم، بركع وشركم، سعيدوا تعودوا بالواحد بالواحد داخل الوطن وخارج الوطن. جبرتي لنا جينا ان شاء الله عند عبد الله طلاله، ثم راك تعرفوا دريت بافلوري، والحمد لله جينا باش نقول لهم بركع وشركم. والله ما نكذب عليكم اخوتي، نوت مع الطال كنت غنخلق السعادة مع طول الموند كيما كتعرفوا، بالحق بحال اللي معاه بحال اخوتي، وكنسلم عليهم بالواحد بالواحد. وتحية لدريت برشلونة، وتحية لدراري الغربة كاملين، وتحية المغرب داخل الوطن وخارج الوطن. مبروكات عيدوا الصحة لنا، بس ما تمنيتوا اخوتي الجميع كاملين، باش مبروكة اللي كنعرفوا اللي ما كنعرفوش يا خوتي. السلام عليكم خوتي، عيدكم مبروكة، عيد مبارك سعيد. سعيدوا الصحة وهذا باش نتمني بصوت طويل العمر اللي عنده الوالدين باقي حيين، الله يطولوا في العمر، واللي عنده مرحومين الله يترحم عليهم الله يرحمهم، وندخلوا فسح الجنة إن شاء الله يا رب العالمين. آمين. الله يغفر لنا ولهم. آمين أخي. رحمنا ورحمهم. آمين. هادشي اللي قلنا لكم أخوتي، رمضان فات هي الصراحة، رمضان كيف رمضان كيمشي رمضان كيجي رمضان، حنا اللي كنمشيو معايا أخوتي. الله امين اخي بامر، واللي مدارس مع شي واحد تسامح معاه، الدنيا فايته، واللي من عنده شي صداع مع شي واحد حي الرحيم معاه يتواضع وسلم عليه، ما فيهاش حاجه، هذه السنه ديالنا الاسلام ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. تحيه ميا غور. شحال من واحد قال لي اخوتي ولينا الاعياد ديال الغربات، وما كتشوفوا اخونا موح اللي كان خرج معنا في رمضان بالضحك والنشاط، ومعنا عبد الله طهراره حتى هو اللي كان معنا ان شاء الله في رمضان، وغنوريكم اخوتي جلسه عربيه، ومعنا موح ان شاء الله سلم معنا واحد اسبانيولي سلموا ياك اخاي موح. رجعتي. ولا بوبليكو ولا ديسي لو سوي مبروك، رمضان مبارك، ديسي رمضان مبارك. مبارك سعيد. ريبيتي سعيد. ومعنا عمر تبارك الله على عمر بافلوري. عمر شنو غتقول لهم اليوم العيد؟ شنو غتقول مغاربه داخل الوطن خارج الوطن؟ مبارك سعيد لجميع المسلمين. لجميع المسلمين. واش مبروك؟ واش مبروك؟ سعيد بالصحة والهنا باش ما تمنيتش. سعيد بالصحة والهنا. قال لك شكون اللي كيقول الحق الصابي؟ الله يرحمه. الله يا اخي. والله يعطي الخير للجامع. الله يلقينا مع اللي احسن منا. كيفاش جا رمضان اخي؟ كيفاش جاك موح رمضان هذا رمضان هذا؟ والله يعطي الخير للجامع. امين يا ربي العالمين اخي عمر. وتحية بافروري ما قلتي والو عمر. تحية بطنجة الكويرة وكل شيء. اي والله. وموح كيفاش قوسي رمضان ديالنا هنايا؟ الحمد لله. رمضان الحمد لله ولله الحمد لله، الانسان اللي منتازا واللي مقابل الصلاه ديالو والعباده ديالو والوقار ديالو حتى يقوزو مزيان. هادو خوتها. وشحال من واحد كيقول لك وري الحمد لله، الله يخلينا كاملين بينا مع بعض. الله يجعلنا كامل نكونوا مع بعض مع بعض سعيد وسامح كريم. وتحية للدراري ديال الحومه خايب الواحد بالواحد اخي. المهم طنجة حتى الكويرة وجميع المسلمين. داخل الوطن وخارج الوطن، وتحية للدراري ديالنا بالواحد بواحد، وتحية للدراري المغرب، تحية بافروري، تحية بني مكادة، تحية مواطفين، تحية المغرب من طنجة كويرة من اسبانيا سكندينافيا. وشني غنقول لكم اخوتي، وتحية للدراري من كيقول لك فلاق الجرس هرج الجرس دريت الحومه العودة. هرش الجرس بلا ما تعاودوا. فات فات جرس. صراحة يا عباس مبروك تعيش بصحة ولله وطول العمر إن شاء الله، واش ما كتمنى تكون باقي عاقل عليا وقيل. محمد والتيامة لا ما نقول لك. صراحة غير حسن، غير حسن. طي الغلبة الدب دب طقطق الجرس يلا. خوات مبروك باش ما تمنيش الخوات. الله يكلاك مع بيا. طلب ديال المرجع. هيا الغربة تحياتي، واش مبروكة تعيش الصحة ولا لا؟ واش تمنيتي إن شاء الله؟ طنجة، حومة العودة بالضبط، سانتا كولوما، بارسلونا، ياك أخي الحسن؟ آه صح، تحيات. سانتا كليلينا. محمد فلق الجراس، واش مبروكة؟ تحياتي خاي محمد. العوده بالواحد بالواحد، ومعنا عمر كما قولكم جوزنا العيد، جوزنا العيد احسن عيد. وش غنقول لكم اخوتي، وقسمنا معكم رمضان كامل ياك عبد ياك اخي عمر. وريناهم كيفاش فيديو رمضان ياك، وكحكحنا وسلمنا على الناس. دابا ان شاء الله عمر شنو الحياه الجديده ياك؟ ان
انا اللي عجبني فيك عمر تبارك الله عليك القندوره ديالك وتا اميغو ديالك القندوره وتسلم على دريد قناده قول لهم تحيه لدريد قندوره تحيه لدريد ديال قندوره ها هو كيسلم عليكم اخوتي حيت اغلبيه اليوم بقندوره ياك وعمر شنو غتقول للناس ديالنا حنايا كيفاش جوزنا رمضان في الغربه بحال اللي في المغرب ياك مزيان كلشي مزيان ما كيجيكش شي فرق بعيد بين هنايا والمغرب هاتوما كتشوف اخوتي واش ملحه ومزينه با فلوري يا وشني كتكون دريت با فلوري حيت دابا بيبا 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 اخوتي كيقول لكم عمر كيسلم على دريت با فلوري كامل حومه كامله كيقول لكم جوز احسن رمضان وقال لكم اخوتي بحالي في المغرب هيدا عمر ولا ماشي هيدا وجاب لكم بالجلابه اليوم مبروك عواشركم واش بغيتونا في الصاله مغربيه انتما كتشوفوا اخوتي والتحيه بالواحد الواحد حومه العوده هرس الجرس بلا ما تعاودوا والتحيه بالواحد بالواحد كاملين بكم بلا ما نسمي راه كاينه بزاف والمغرب كامل واحسن احسن 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 رمضان في الغربه مع وليدات الغربه وتحيه لعبد الله طراره وهرسوا الجرس هرسوا الجرس مبايا هرسوا الجرس نتينا ولا هو ولا هي مبروك عواشركم وتعيدوا وتعاودوا وتحيه لكم وتحيه لوليدات الغربه قول لهم تحيه وليدات الغربه عمر قول لهم تحيه لوليدات الغربه Esto voy a explicarte una cosita, Sven. Sí, dile, mira, tengo una cosa que lo repite. Dile salam. Salam. Alaikum. Alaikum. Mgharba. Marwa. Dakhil. Dakhil. Watan. Watan. Ukharaj. Ukharaj. Watan. Watan. Utsahiyya. Utsahiyya. Utreri. Utreri. Dol Ghorba. Dol Ghorba. Y ahora hablo en español. Dile hola. Hola. ¿Cómo estáis? Aquí estoy con la fiesta árabe. Estoy saludando a todos los árabes que están en España y fuera de España. Estoy saludando a los árabes que están dentro y fuera de España. ¿Y te ha gustado la fiesta de nosotros, no? Sí. ¿Te ha gustado Jilaba? ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Dile viva España! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva España! A mí me gusta la España, ¿eh? ¿Te gusta España, no, Omar? Entonces, este verano, ¿qué? Cuando podemos marchar a la playa, ¿no? Sí, podemos hacer un crucero a Marruecos y eso, y venimos. Ah, tú estás hablando de vacaciones. Ah. Mira, Omar está hablando en español. Aquí sí, Omar. Dile hasta luego. Hasta luego. Hasta la vista, baby. Ah, pues, barque Allah, ya, alhamdulillah, ya, Rabbi, un gus, ahsar Ramadan, kahkah, nashat. Un saludo a todo, toda la familia árabe, ¿vale? وتحية لكم بالواحد الوحيد وان شاء الله نبقى نعدو فيديوهات دابا فوق فيديوهات بلاصة اسبانيا ونبقى نمشيو بلاصة ان شاء الله اللي نخلقوا السعادة فهمتي يا خوتي ومبروك عواشكم بالواحد بالواحد وتحية الدراري داخل الوطن خارج الوطن اسبانيا سكندينافيا انتينا هو ولا هي اول مرة كتفرج في قناة دبي الغربة بلوكس ما تنساش فلق 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 وتشق تشق الجرس بلا ما نهضرو وتحية لوليدات الغربة عمر قول لهم بسلامة سلام وتحية لكم تحية لكم ونتلاقاو في العيد الكبير لا قوة في عيدك تأمين يا رب العالمين